محمد ما شاء الله عنه ملتزم في المدرسة وطوع لأهله ويرد علي في كل إشي ما أحكي له يقول لي ماشي بابا، والحمد لله يعني إنه ربنا تقبله شهيد واختاره شهيد واصطفاه. ومحمد يعني كان ما شاء الله عنه، بس قضاء الله الحمد لله قضاء الله وقدره إنه ربنا اصطفاه شهيد. فمحمد كان كثير يعني حنون، وأنا كنت بس أروح على دوامي، كنت أغيب عن البيت، كنت يعني أعتمد عليه، وما شاء الله يعني هو يخدم أمه وهو الكبير في الدار. فطبعا استشهاده ترك فراغ كبير عندي في البيت، والحمد لله نحتسبه عند الله ولا نزكي على الله أحد. فهو ترك فراغ كبير في الدار، كان معبي الدار علينا، وكانت أمه يعني بغيابي وأنا في الدوام تعتمد عليه، يجيب لها أغراض، يرد عليها شو بدها. لكن قضاء الله وقدره. أكثر موقف بيني وبين محمد اللي هو قبل ما يستشهد بليلة، كنت أنا في الدوام، فاتصل علي الساعة 11 في الليل بحكي لي بابا بدي أجي أسهر عندك. فأنا حكيت له لا يا بابا ما تيجي لأنه الوقت متأخر، بلاش يفوتوا اليهود وانت عندي مشكلة. فالحمد لله يعني ثاني يوم اللي هو يوم الخميس 3/11، حكيت معاه قبل ما يستشهد في ساعة، حكيت له أنا روحت من الدوام هيني في البيت وقلت له تعال على أساس يروح يعني. فقال لي ماشي بابا بدي أتغدى عند دار سيدي وأروح. فأنا بعد الساعة 1 سكرت المكالمة معاه، فهو أثناء بس نمت صحيت على تلفون أحد الأصدقاء اتصل علي بحكي لي في إلك ابن اسمه محمد سامر خلوف. قلت له صحيح، لو بقول لي ابنك مصاب بس تخافش إصابته خفيفة في إيده. فأنا قمت لبست أواعي ونزلت على المستشفى، وبس وصلت المستشفى يعني اتفاجأت إنه ابني مستشهد، بلغوني والحمد لله يعني استشهد وأنا راضى عنه، والله يرضى عليه والله يرحمه. وهو يعني ترك فراغ كبير وألم في البيت يعني. محمد احنا ما شاء الله نحتسب عند الله شهيد، وان شاء الله الله يبارك له بشهادته والله يهني فيها، والحمد لله ان شاء الله ربنا بيجعلنا من الصابرين. محمد اخر مره شفته يوم لما جينا نروح من عند اهلي هون، بحكي له بدك اشي، حكى لي لا يلا سلام. محمد تفاصيل حياته معي، محمد كتير حنون، كتير طيب، كتير بحبني وكتير قريب مني، يعني لأنه هو يعني كنت شايفه قد الدنيا، شايفه شاب ومش مصدقة. الحمد لله رب العالمين، ربنا اختاره شهيد، الله أكرمه، الله يبارك له، والله طلبها ونالها، الحمد لله الله أعطاه إياها زي ما بده. بالفترة الأخيرة محمد كتير كان متوتر ومنفعل على أحداث البلد، كثير في من أصحابه عنده شهداء، منهم أسرى منهم جرحى، فكان زي ما تحكي دمه حامي. والحمد لله هو كان حاببها، كان حط يضله حط على تليفونه رنت يا يما محمد شهيد، أحكي له إيش بدك وبعدين ما عاد أحكي لي بدك أحلى منها. الحمد لله رب العالمين، الله كتب له إياها ونالها الحمد لله. كنا عند دار سيده، هو نادى علي حكى لجنة عالي، قلت له ايش بدك، قام قاعد يحكي لي اذا استشهدت تزعليش، بحكي له طب لا مستحيل روح خلص كل اشي بحياتي كان.